أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من موقع ألترا عراق، ونقرأ منها تقريرا للكاتب رامي الصالحي بعنوان ارتفاع جديد في الأسعار يضرب أسواق العراق. منذ تصاعد أزمة الدولار في البلاد منذ أشهر، أصبح العديد من العراقيين لا يتفاجؤون من قضية ارتفاع السلع في الأسواق المحلية، وسط حديث عن عجز حكومي للسيطرة على العملة الأجنبية رغم الإجراءات العديدة التي اتخذت وأعلن عنها طوال الفترة الماضية وأعلن عنها. وتيرة ارتفاع الأسعار الجديدة دفعت وزارة التجارة إلى الإعلان عن سلسلة إجراءات جديدة، قالت إنها بغية مواجهة احتكار المواد الغذائية في الأسواق ببيع المواد بأسعار أقل، مؤكدة أنها ستعمل على بيع المواد الغذائية بأسعار تنافسية. نتابع. يلقي معظم التجار العراقيين اللوم على الدولار بشأن ارتفاع السلع في الأسواق، حيث يتأرجح سعر الصرف في السوق الموازي. أسعار السلع الموجودة في السوق تزداد يوما بعد يوم، كما يعزو ارتفاع الأسعار مجددا بحسب قول التجار إلى الارتفاع بسعر صرف الدولار الأمريكي مقارنة بالدينار العراقي. الجهات الرقابية الحكومية هي من تتواطأ مع التجار ولا تعمل على محاسبتهم، خصوصا أن الأسعار ستبقى مرتفعة حتى إذا انخفض سعر صرف الدولار. هناك صعوبة بتجهيز أولاده بالمواد المدرسية الأساسية واحتياجاته الأخرى من ملابس وحقائب وأحذية بسبب الأسعار. أيضا المواطن العراقي يعاني من ارتفاع تكاليف المعيشة يوما بعد يوم بشكل جنوني، خصوصا في أسعار السكر والأرز والزيت والفواكه والخضار في البقالة. إلى صحيفة المدى نقرأ مقالا للكاتب نوزاد حسن بعنوان سياسة الثراء. يقول الكاتب إن الجميع يتفق على أن السياسة أصبحت بابا من أبواب الربح والثراء. في الواقع هذا هو واقعنا بعد عام 2003، بحيث صار الجميع يركضون باتجاه المناصب السياسية وما تدره من ربح سريع وأبهة اجتماعية ومكان بين الناس. أتطلع بحيرة إلى صور المرشحين التي ملأت الشوارع وتقاطعت الطرق الرئيسة، صور لرجال ونساء انتصبت في كل مكان، ومثل هذا العرس لن يحدث في أي مكان من العالم. فهنا لن يتعلم أحد من أخطاء السياسة، ولن يكون الندم قاضيا يتعب بأسئلته المسؤولة ليل نهار. هنا تحدث فواجع ومآس دون أن يكون السيد القاضي الذي اسمه الندم حاضرا. إن قضاة الندم ماتوا في أعماق السياسيين العراقيين، فهناك دائما قدرة على نسيان الفاجعة أو موت العشرات بأسلوب يشبه من يفقد ذاكرته، وكأن حريق قاعة عراس الحمدانية على سبيل المثال لم تقع، إنه مجرد حدث راح ضحيته العشرات ثم تطوى الصفحة بكل سهولة. لذا ستكون السياسة أجمل عمل في العالم. السياسة عندنا أفضل الأعمال على الإطلاق، إنها حلم الملايين. وهذه الصور المنتشرة في الشوارع لمرشحين ومرشحات تعني أننا أمام هياج نفسي للوصول إلى كرسي في مجلس المحافظة. هل يعقل هذا الأمر أن تكون المناصب مغانم دون أن يكون في مقابلها خدمة تذكر؟ وإلا ما معنى أن يضع أحد المرشحين صورته فوق رصيف مهدم أو بيوت خربة؟ الفلوجة في ميزان معركة طوفان الأقصى. نقرأ مقالا من صحيفة الكاتب أحمد صبري بعنوان الفلوجة في ميزان معركة طوفان الأقصى. في هذا المقال عندما نقارن بين معركتي الفلوجة في عام 2004 وطوفان الأقصى عام 2023، فإننا نتوقف عند نتائج مخرجاتهما من حيث قدرة مقاومي المعركتين في مواجهة الطغيان وقوة الاحتلالين الأمريكي والإسرائيلي والانتصار عليهما. رغم الكلف العالية بالأرواح والمواجهات والمعدات، فمعركة الفلوجة الأولى في نيسان عام 2004 أخرجت مقاومتها القوات الأمريكية من هذه المدينة الباسلة ووضعتها في خانق الهزيمة المرة بفعل بسالة وشجاعة أبنائها الذين رفضوا تدنيس أرضهم وردوا على هذا الاحتلال بتمسكهم بأرضهم وتاريخهم الذي يحكي قصة مدينة الفلوجة التي واجهت أعتى قوة في العالم ومرغت أنفها بالتراب. توأمة غزة والفلوجة في ميزان القوة والصمود والثبات وضع مفهوم الاحتلال وغطرسته وألته الغاشمة أمام مشهد جديد في عملية الصراع العربي الصهيوني.
وما يؤكد ذلك ما يجري في غزة من استبسال وصور مشرقة قل نظيرها في معارك الأمة والبشرية رغم كلفته الإنسانية الباهظة. لقد آن الأوان لوضع حد لغطرسة وطغيان العدو الصهيوني ومواجهته بشجاعة الاقتحام التي يسجل فيه كل يوم ولحظة الصامدون قصص البطولة وهم في خنادقهم التي استعصت على قوة العدو الغاشمة. وعبثا يحاول قادة العدو الصهيوني طمأنة محتلي الأرض المستوطنين بتصريحات خاوية، فإن بنادق المقاومة بقيت مشرعة ومستعدة لأصعب اللحظات عنفا، لأنهم أصحاب قضية حية وعادلة يحاول العدو الصهيوني منذ احتلال فلسطين وحتى الآن أن يطمس هويتها وعروبتها ويمحيها من الوجود. فمعركة طوفان الأقصى طبقا لمسار الفعل المقاوم هي امتداد لمعركة الفلوجة التي كانت تواجه احتلالا غاشما مماثلا من حيث النوايا والتوجهات العنصرية الاستعمارية. نشرت صحيفة فاينانشال تايمز تقريرا قالت فيه أن محور المقاومة يدفع أمريكا لزيادة دفاعاتها في الشرق الأوسط. وفي تقرير عده أندرو إنجلاند وفليتشيا شوارتز قالا فيه إن يوماً واحداً احتاجت إليه الولايات المتحدة بعد هجوم حماس على إسرائيل، لكن لكي تستعرض عضلاتها في الدعم العسكري للدولة اليهودية وترسل تحذيراً إلى أعدائها في المنطقة. نتابع. منذ 7 أكتوبر نشرت الولايات المتحدة حاملتي طائرات وأسطولاً حربياً إلى الخليج إلى جانب غواصات مجهزة برؤوس نووية وأكثر من 3000 جندي إضافي، حيث تحاول تقوية القوات الأمريكية في المنطقة وردع إيران والجماعات الموالية لها وهي تضم حماس. ولدى أمريكا ما بين 2000 إلى 2500 جندي في العراق، ولدى القوات الأمريكية 900 جندي يساعدون الأكراد السوريين في شمال شرق البلاد. وبالنسبة للوجود الأمريكي في المنطقة فقد انضم 3200 جندي أمريكي إلى مشغلي أنظمة الدفاع الجوي وجنود المارينز للرد على الأزمات وكيفية التخلص من الذخيرة المتفجرة. كما أرسلت أمريكا أنظمة دفاع جوية متقدمة مثل نظام ثاد وبطاريات باتريوت. وتراوح عدد القوات الأمريكية منذ غزو العراق عام 2003 من ذروة 170 ألف جندي في عام 2007 وقبل الانسحاب الأمريكي في عام 2011 إلى 50 ألفا في الشرق الأوسط. ثم أرسلت واشنطن 2000 جندي إضافي بعد سيطرة تنظيم الدولة على أجزاء من العراق وسوريا عام 2014. نشرت صحيفة الجارديان مقال رأي لمصطفى بيومي قال فيه إن التنوع والشمول محبوب لدى الجميع إلا عندما تظهر فلسطين. وقال أستاذ اللغة الإنجليزية بكلية بروكلين وجامعة سيتي في نيويورك إن مدرسة وجهت له الدعوة للمشاركة في حلقة نقاش لا علاقة لها أبدا بإسرائيل وفلسطين، وقال الآباء إنهم اتهموه بنشر خطاب الكراهية. قال إن مدرسة دوانينغونتون هي سادس أكبر مدرسة في منطقة بنسلفانيا، قامت هذه المنطقة التعليمية بالدوس على حقي بالتعبير وتم إلغائي. نتابع. هذه هي النقطة، فلو كنت فلسطينياً أو عربياً ومسلماً في الولايات المتحدة أو حليفاً لأي منها فخطابك مراقب إن لم يتم إسكاتك فوراً. وألغت كلية برنارد الأمريكية هذا الشهر مناسبة للكاتب الفلسطيني محمد الكرد، وأصبحت جامعة براندز أول جامعة خاصة تحضر جمعية طلاب من أجل العدالة لفلسطين، حيث اعتبرته منظمة حرية التعبير فاير عملا صارخا للتمييز ضد وجهات الرأي. وعلق جامعة كولومبيا فرعا لجمعية طلاب من أجل العدالة لفلسطين والصوت اليهودي للسلام حتى نهاية الفصل الدراسي، ولام مجلس النواب نائبة ميشيغان رشيدة طليب من أجل إسكات وتخويف النائب الفلسطيني الوحيد بالكونغرس. ويتم إسكات العرب والفلسطينيين والمسلمين بسرعة ويجردون من إنسانيتهم سواء في الكونغرس أو حرم الجامعات أو المناسبات على زوم، ولكن الذين يحاولون منعهم لا يمكن أن يكونوا حكما بشأن ما هو مقبول من الخطاب. نتابع الآن الرسوم الكاريكاتورية.
بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. يرسم بيل غيتس صورة مفصلة لما سيبدو عليه عالمنا عندما يكون لدى كل شخص نظام ذكاء اصطناعي شخصي، ويقول سوف تحدث ثورة في العالم بالقدر الذي أحدثته الكهرباء. وهكذا وبينما يصل هذا الضجيج حول الذكاء الاصطناعي إلى ذروته غير المستدامة في الوقت الحالي، فإن العقول الذكية تعتقد أنه سيغير ليس فقط كيفية استخدامنا لأجهزة الكمبيوتر الخاصة بنا، ولكن أيضا الطريقة التي نعيش بها حياتنا. باختصار، يصر غيتس على أن عصر الذكاء الاصطناعي في المستقبل يعني أن الجميع سيحصلون على نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بهم في السنوات الخمس المقبلة. سوف يتغير هذا تماما، لن تضطر إلى استخدام تطبيقات مختلفة لمهام مختلفة. كل ما عليك فعله هو إخبار جهازك باللغة اليومية بما تريد القيام به، واعتماداً على كمية المعلومات التي تختار مشاركتها معها سيكون البرنامج قادراً على الاستجابة شخصياً، لأنه سيكون لديه فهم غني لحياتك. نتابع الآن فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. التمرين بتسيل علينا مية، مش عارفين نقعد، ايش نعمل احنا؟ يعني الحياة صارت شبه معدومة، مش شبه معدومة، معدومة. خيمة كتير صغيرة، يعني حرفياً يعني لما يكون في 10 ولا 20 نفر يكونوا في خيمة كتير صغيرة، شو بدك تسحهم؟ يعني لما يجي منخفض جوي بتكون قوة الهواء والأعاصير اللي بتصير وقوة المطر أكيد مش حتحمي كم نايلون، كم نتفة نايلون الهواء والأعاصير اللي بيصير فينا، يعني حرفياً كتير بتعب. صباح
فصل الشتاء كل البشر ينتظرونه بحرارة وبحب وباشتياق، إلا نحن الفلسطينيين الآن في هذا الزمن في عام 2023 نتمنى ألا تمطر علينا الدنيا، لأننا نعيش في خيام، هذا الخيام خيام اللجوء والبؤس والتشرد. شكرا لطيب المتابعة وإلى صدى أقلام من جديد.